بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. اللهم اجعل الحق على ألسنتنا والهمنا العمل به. اللهم ارزقنا الصدق في القول وفي العمل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والسداد في الخطى. اللهم أمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ناقص واحد. النهاردة شاكرين لإدارة القناة سمحولنا بساعة كاملة زيادة علشان نقدر مع بعض نجاوب على الرسائل اللي حضراتكم بعتوها، وأيضا هنقدر إن إحنا نفتح الاتصالات لحضراتكم أطول وقت ممكن، وبالتالي نقدر إن إحنا نشيل كتير من الزعل اللي حضراتكم شايلينه لينا ولكن بيكون خارج عن إرادتنا فعلا. شكر تاني لإدارة القناة. تهنئة مباركة صادقة من القلب لفضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان لحصوله على درجة الدكتوراه. هناك أناس يتشرفون بدرجة الدكتوراه وهناك أناس يشرفون درجة الدكتوراه، وفعلا درجة الدكتوراه تشرفت بانضمام الشيخ محمد حسان إليها. أسأل الله العظيم أن يزيده علما ودينا وخلقا، اللهم أمين. حلقة اليوم إن شاء الله هتكون التخصيص بين الطب والجراحة 2 الجزء الثاني. زي ما تعودنا دايما في نهاية الحلقة هيكون معنا بعض الوصفات العشبية اللي حضراتكم طلبتوها لبعض الأمراض. هيكون معنا الكلف، البروستاتا، حساسية الصدر، البهاق، شيب الشعر، وده موضوع مهم هنقول أكتر من وصفة لشيب الشعر اللي انتكم كتير قوي طلبوها، اسمرار المناطق الحساسة، أيضا زيادة الكوليسترول، اسمرار تحت العين، تقرحات القولون والصدفية. هيكون معنا وقت كتير النهاردة إن شاء الله هنقدر نقول معظم الوصفات اللي حضراتكم طلبتوها مننا. قبل ما نبدأ فعاليات حلقة اليوم، وزي ما تعودنا مع بعض دايما بنحب ان احنا نستعرض رسائل حضراتكم سواء على القناة أثناء البرنامج أو طوال الأسبوع، وأيضا على الموقع الرسمي للدكتور أسامة حجازي. معانا أسئلة كتير النهاردة وهنجاوب عليها كلها إن شاء الله مع بعض، لأن الحمد لله الوقت مع بعض طويل النهاردة شوية. الرسالة الأولى: أريد وصفة رجيم سهلة. طبعا احنا اتكلمنا مع بعض عن الرجيم المثالي وخصناه بحلقة لوحده، بعد ما اتكلمنا عنه شهر كامل عملنا حلقة تسمى الرجيم المثالي باختصار. فأرجو من حضرتك يا أستاذ حسين ان انت تدخل على موقع القناة أو الصفحة الرسمية للدكتور أسامة حجازي، هتجد ما يسمى بالرجيم المثالي باختصار. سهل جدا وبسيط، وما شاء الله بفضل الله عز وجل جايب نتائج كتيرة قوي مع كتير من حضراتكم. الرسالة الثانية: والدتي عندها طحال متضخم وراشح وعندها السكر وهي بتاخد حقن وما زالت تعبانة، أريد وصفة. لابد من شيئين مهمين جدا 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 لهذه الحالة. أول حالة تظبيط السكر وقراءاته وعلاجه، دي نقطة مهمة جدا، والنظام الغذائي اللي ماشي عليه، دي أول نقطة. النقطة الثانية: لابد أن نلقي نظرة طبية سريعة على الكبد وأخباره إيه. طبيا بنسمي الطحال ظل الكبد، فلازم نطمن على الكبد علشان نقدر نشوف الطحال تضخمه وأيضا الترشح اللي موجود منه. إذن لابد من تظبيط الكبد وأيضا تظبيط السكر ونظرة طبية على فحوصات الكبد. قلنا قبل كده لتظبيط السكر ورق التوت يغلى ويشرب بعد كل وجبة. الرسالة التالية: أريد وصفة لابني عنده كهرباء زيادة نتيجة نقص أكسجين عند الولادة وعمره 5 شهور. أخت الفاضلة 5 شهور ما نقدرش نعمل له حاجة، ولكن هنبتعد بيه عن الكمبيوتر، عن التلفزيون، عن الخلاط بتاع المطبخ، عن كل هذه الأشياء اللي ممكن يحدث أو يصدر منها بعض الذبذبات الكهربائية، هنبتعد بالطفل عنها. وإن شاء الله أسأل الله العظيم إن مع النمو بتاعه يبتدي الحالة تتحسن أفضل من ذلك، ولكن في 5 شهور ما بنقدرش إن إحنا نتدخل بأي شيء. أريد إجابة رسالة الحلقة الماضية: فطريات الفم ووصفة الديدان عند الأطفال، عماد ثابت. الديدان يا أستاذ عماد قلناها بالتفصيل الممل الحلقة الماضية وقسمناها للأطفال وللكبار. أما فطريات الفم هعدها لحضرتك سريعا: 5 معالق من البابونينج، 5 معالق من الميرامية، هتوضع على 3 كوب ماء كبير، هتغلى لمدة 10 دقائق ثم تصفى وتستخدم مضمضة 3 مرات يوميا أو 4 مرات يوميا. من الأشياء الطيبة جدا جدا بالنسبة لفطريات الفم. أيضا السواك، سنة الرسول الحبيب صلى الله عليه
عليه وسلم من الأشياء الطيبة جدا جدا، وأثبتت في أمريكا في الجمعية الأمريكية لطب الأسنان أن مادة السواك من أفضل المواد المطهرة والقاضية على الجراثيم في الفم والأسنان، سبحان الله. فياريت نتشبث بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هنجد نتيجة طيبة جدا. الرسالة التالية: ما هو علاج الأميبا دخل في الديدان؟ وإحنا زي ما بنقول تحدثنا عنها بالتفصيل الممل الحلقة الماضية. عندي احتكاك في مفصل الكتف ولا أستطيع أرفع اليد إلى أعلى. أول حاجة طبعا لابد من استشارة طبيب عظام، لأن احنا ممكن احنا نحتاج علاج طبيعي. تاني حاجة هنزود من فيتامين ب، وتحدثنا سويا فيتامين ب موجود في الخميرة، معلقة من الخميرة هتذاب في كوب من الماء وتشرب صباحا ومساء، دي من الأشياء الطيبة جدا. هندلك الكتف بمجموعة الزيوت اللي احنا ذكرناها من قبل: زيت النعناع، زيت الكافور، زيت الخردل، زيت الجنزبيل، وزيت الثوم. 5 أنواع من الزيوت بكميات متساوية هتخلط جيدا وتستخدم تدليك على مكان الألم بعد عمل كمادات ساخنة وتدريب بسيط لليد وللمفصل عشان ما يحدثش تيبس في هذا المفصل. الرسالة التالية: أريد وصفة للتبول اللا إرادي والديدان. قلنا الوصفتين، الوصفة التبول الإرادي الحلقة قبل الماضية، وصفة الديدان قلناها يا جماعة الحلقة الماضية، والرسائل دي من الحلقة الماضية. يعني أعتقد أصحاب الرسائل كانوا متابعينا وكانوا سمعوا الديدان بتفصيلها للكبار وللصغار. أنا في البطن والظهر جلد زائد كتير جدا على شكل بلي، أرجو الإفادة. لو هو صغير وبسيط هتبقى المرة المطحونة تعجن بالخل، المرة المطحونة تعجن بالخل وتوضع زي اللبخة أو الكريم على هذه الأماكن مع ربط بلاستر أو ضمادة من الليل إلى الصباح. مع تكرار هذه الوصفة هنجد أن الزوائد اللحمية أو اللي احنا بنقول عليها زي الكلو أو زي ما نقول جلد زائد، نجد أن هي ابتدت تتساقط وابتدت أن هي تقع عن هذا المكان. الرسالة التالية: أعاني من انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية 5 والـ6 والـ7. شوف حضراتكم سبحان الله، رغم ان هي في الفقرات العنقية، لا شوف الإجابة هتبقى ان احنا لازم لو في وزن زائد نخس. طب ايه علاقة التخسيس بالفقرات العنقية؟ لا، التخسيس بيأثر ايضا على مجموع العضلات اللي في الجسم، حتى من بينها عضلات الكتف وعضلات الرقبة، وبالتالي الشد اللي موجود على هذه الفقرات لابد ان احنا نخفه شوية بتنزيل الدهون الزائدة في هذه الاماكن. وطبعا الحجامة من الاشياء الطيبة جدا اللي بتجيب نتيجة كويسة قوي في هذه الحالة، ولكن وكما اتفقنا من قبل لابد ان تكون على يد طبيب متخصص في هذا المجال. عامل زرع كلى، وزني زائد 105 وطولي 170. عاطف محمد: أستاذ عاطف، لابد من متابعة عن قرب لهذه الحالة الطبية الهامة. لازم الحالة دي ما ينفعش ان احنا نمشي على حاجة فقط، لا، انت لازم تبقى تحت عين الطبيب، ولازم يكون طبيب بمعنى كلمة طبيب حاصل على بكالوريوس طب وجراحة ومتخصص في هذا المجال، لان حالة حضرتك طبعا حرجة جدا، ما ينفعش اي لعب فيها او اي تجربة فيها. الرسالة التالية: أريد وصفة للتجاعيد حول العين، وما رأيك في الكولاجين في سن ما قبل 30؟ وصفة التجاعيد هنقولها النهاردة إن شاء الله، معنا وقت كافي. أما الكولاجين في سن ما قبل 30، والله أنا الكولاجين لا أحبذه لا قبل ولا بعد سن 30. ليه؟ مجرد ما استخدمنا حقن الكولاجين أو الفيلرز أو أيا كان المسمى، لابد أن هيكون فيه استمرارية. بعد 6 شهور أو 8 شهور هنبتدي نرجع تاني نعيد هذا الحقن. طبعا تكرار هذا الحقن بيحدث بعض المشاكل في هذا المكان، ده رأيي الشخصي ورأيي الطبي أيضا، ولكن يعني أنا بقول أن دايما كل سن له جماله وله رونقه، وسبنا من القضاء على التجاعيد والكلام ده، ولكن بنحاول على قدر الإمكان أن احنا نخفف من هذه التجاعيد أو من علامات تقدم السن بطرق طبية سليمة ليس لها أي أثر جانبي. فالكولاجين قبل أو بعد سن 30 أنا لا أحبذه ولا أشجعه. وصفة التجاعيد حول العين هنقولها النهاردة إن شاء الله. بيحصل عندي سيلان للعاب على المخدة ليلا وعندي سكر،
طبعا يعني اخي الفاضل، اول خطوه لابد من تظبيط مستوى السكر، لازم نظبط مستوى السكر بتاعنا، دي ما فيهاش اي فصال مع بعض، دي نقطه مهمه جدا، ومش علشان بس اللعاب اللي بيسيل على المخده، لا ده علشان الجسم ككل، وعلشان الكبد، وعلشان الاعصاب، وعلشان الحاله الجنسيه، وعلشان المجهود اليومي، وكل شيء لابد ان احنا نظبط مستوى السكر. الحاجه الثانيه بالنسبه للسيلان اللعاب اللي على المخده، سواء في سكر او ما فيش، الزعتر والنعناع بكميات متساويه، الزعتر والنعناع بكميات متساويه، هتخلط، هتوضع في اناء زجاجي، وهنستخدمها مضغ قبل النوم، مضغ لهذه المكونات يوميا قبل النوم ومره صباحا بعد الافطار. دي من الاشياء اللي بتحفز او بتظبط الغدد اللعابيه اللي في الفم. علاج تينيا الأظافر، التينيا نوع من الفطريات بيصيب الجلد أحيانا ويصيب الأظافر أحيانا أخرى، وقلنا حضراتكم زيت شجرة الشاي من الأشياء المضادة للفطريات بصورة طيبة جدا، زيت شجرة الشاي هتوضع على أماكن التينيا، تينيا الأظافر اللي موجودة صباحا ومساء. الرسالة التالية، دكتور على قناة، يعني دكتور فلان على قناة كذا بيقول إن مفيش حاجة اسمها إبر صينية، فما رأيك؟ يعني أنا هستأذن حضراتكم، وأنا طلبت منكم طلب من قبل إن أنتوا ما تسألونيش عن رأيي في أحد آخر، أنا لست وصيا على أحد، ولكن النصيحة لحضراتكم وقلتها قبل كده. يعني هو بيقول إن مفيش حاجة اسمها إبر صينية، يعني العالم كله، أمريكا، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، كل الدول الأوروبية بتستخدم الإبر الصينية في العلاج، يعني سيبونا من الصين ماشي، يعني كل هذه الدول المتقدمة طبيا بتستخدم أسلوب العلاج بالإبر الصينية في العلاج في بلادها، فهل كل هذه المنظومة العالمية في ناحية وحضرتك في ناحية أخرى؟ طبعا ما ينفعش الكلام ده خالص، لأن الإبر الصينية قلنا من قبل واتفقنا ووعدنا مع بعض، هعمل لحضراتكم حلقات وهتتعجبوا من هذا الطب المهمل في مصر، هو للأسف مهمل في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم منتشر وموجود وبيمارسوه الأطباء المتخصصين في هذا المجال. بنعالج به الأورام، بنعالج به كل الآلام الروماتيزمية، بنعالج به كثير من مشاكل الإدمان، دي نقطة مهمة جدا، بنعالج به قلة المناعة لدرجة أن الصين عالجت، أعتقد كان اسمه بيل جونسون لاعب السلة اللي كان عنده الإيدز، واشترطت أن هو يروح لهم الصين، وكانت الولايات المتحدة رافضة، وأصرت الصين أن هو لو عاوز يتعالج من الإيدز يذهب إلى الصين، وذهب إلى الصين وعالجوه من الإيدز بالإبر الصينية. يعني مش تخسيس فقط، لا ده يعني انا اسف في كلمه التخسيس، ده اهيف شيء في علاج الابر الصينيه، ده احنا بنعالج بيها حاجات كتيره جدا 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 جدا، اضطرابات الدوره الشهريه، اضطرابات الهرمون، قله السائل المنوي، حاجات كتيره لو قعدنا نعدها فعلا مش يعني حوالي حاجه و90 مرض بنعالجه بالابر الصينيه، ويجي دكتور على قناه معينة بيقول إن مفيش علاج بالإبر الصينية، ما تنسوش اللي أنا قلته من قبل وهقوله تاني، الدكتور لما يظهر في قناة ومكتوب عليها التواصل معاه وعنوان عيادته، تأكدوا إن هو دافع فلوس لهذه القناة، فبيقول اللي هو عايزه، محدش يقدر يقول له أنت بتقول إيه، واتفقنا سويا عدم احترام هذا الدكتور وعدم احترام هذه القناة، وده لأن ده فعلا بيكون مخالف للائحة آداب المهنة عندنا، ممنوع إن أنا أدفع فلوس وأظهر في قناة أكتب عنواني والتواصل معي وتليفوناتي وعنوان العيادة، ده مرفوض تماما. الرسالة التالية، هل إعلانات كريم الذي يخفي الشيب حقيقي؟ أم الخير السعودية. لا ما هوش حقيقي، ما هوش حقيقي، يعني أنا التركيبة ديت ما هيش معروفة، ومعرفش إن يعني أعتقد إن ليس لها أساس طبي. أنا هقول النهاردة ثلاث وصفات للتغلب على الشيب المبكر وليس إنهاء الشيب، لأن الشيب ده حاجة من علامات تقدم السن لا هرب منها، ولكن نقدر إن إحنا نقللها أو نؤخرها، ده اللي أنا أعرفه، ولكن هذه الإعلانات ليس لها أي صحة تماما. زوجي عنده حمرة ودرجة الحرارة عالية في المعدة وليس مرتبط بالحمرة، لازم نعرف هو بياخد علاج إيه، ممكن جدا درجة الحرارة العالية من بعض أنواع الأدوية اللي بياخدها، ممكن جدا من بعض المشاكل في المعدة، فالحالة لابد من مناظرتها إكلينيكيا. الرسالة التالية، أعاني من ألم شديد في اليد اليسرى وبخاصة الأصبع الأوسط ويدي متورمة مع ألم شديد في الأذن ولا أطيق وضع الموبايل عليها. طبعا الوصف ده
فقرات في عنق في العنق، فقرات العنقية لازم أكيد فيها مشاكل، لازم أعمل أشعة مقطعية على فقرات الرقبة علشان أشوف الغضروف المتواجد ما بين الفقرات أخباره إيه، لأن ده فعلا وصف إن في ضغط على العصب اللي بيغذي اليد من أولها إلى آخرها. أما ألم الأذن فلا، ده خارج طبعا تماما عن هذا الموضوع، يعني دي ناحية ودي ناحية تانية. آلام الأذن المتكررة، بنجيب حضراتكم زيت الزيتون نضع فيه الثوم المفصص والمقسوم نصفين، هيغلى هذا الزيت ثم يصفى، وبناخد نقط الزيت ننقط نقطة صباحا ونقطة مساء في الأذن اللي فيها الآلام. الرسالة التالية: عندي فطريات في ثنايا جسمي، أريد وصفة عبده. زيت شجرة الشاي اتفقنا أنه من الحاجات المضادة للفطريات بصورة طيبة جدا. هقول وصفة تانية برضو، البصل والثوم هيغلى في زيت الزيتون، البصل والثوم يغلى في زيت الزيتون لغاية ما يحمر البصل والثوم، بعد كده بنصفي ونستخدم زيت الزيتون دهان على مكان الفطريات 3 مرات يوميا. تاني الوصفة المضادة للفطريات، زيت شجرة الشاي لو كان بمفرده قدرنا أن احنا نحصل عليه هنستخدمه دهان صباحا ومساء، إن لم نستطيع الثوم والبصل يقطع ثم يحمر في زيت الزيتون حتى يحمر تماما، ثم بعد ذلك يصفى زيت الزيتون ويستخدم دهان موضعي 3 مرات يوميا على الأماكن المصابة بالفطريات. الرسالة التالية: لو سمحت عندي في معظم أجزاء جسمي سمكية جفاف شديد وتشققات وسواد، أسأل الله العظيم أن يشفيك ويعافيك. السمكية مرض جلدي يعني مزمن ومتعب، أسألكم الدعاء لأخيكم أن يشفيه الله ويعافيه. كوب من زيت الذرة وكوب من زيت الخروع، كوب من زيت الذرة وكوب من زيت الخروع، 5 معالق من زيت إكليل الجبل، 5 معالق من زيت إكليل الجبل. هتخلط هذه الكميات جيدا وهنستخدمها دهان من المساء حتى الصباح على الأماكن اللي فيها السمكية، دهان من المساء حتى الصباح على الأماكن المصابة. تاني خطوة، معلقة من خميرة من الخميرة البيرة، والخميرة اللي احنا بنقصدها اللي هي الخميرة الطرية وليست الخميرة اللي هي البودرة، هتوضع على كوب من عصير البرتقال هيشرب يوميا قبل النوم، معلقة من الخميرة على كوب من عصير البرتقال هتشرب يوميا قبل النوم. الرسالة التالية: لو سمحت لم أجد بذور الجاوة للمسام الواسعة فهل من بديل؟ أرجوك فرحي الرب. طيب يعني نقدر نعمل مس الوجه بقطنة مبللة بماء الورد صباحا ومساء، ده من الأشياء أيضا اللي بيغلق مسام البشرة، مس الوجه بقطنة مبللة بماء الورد صباحا ومساء. وصفة السمنة: وزني 148 عمري 30 وعندي تكيسات. وصفة السمنة أو وصفة التخسيس، إحنا قلنا وصفتين من قبل هعيدهم تاني عشان حضرتك حاضر. الوصفة الأولى هي عبارة عن شاي أخضر، نعناع أخضر، جنزبيل أخضر، كمون، قرفة. شاي أخضر، نعناع أخضر، جنزبيل أخضر، كمون، قرفة. إن لم نجد النعناع الأخضر والجنزبيل الأخضر ممكن إن إحنا نستخدم البديل منهم النعناع الجاف والجنزبيل الجاف. هذه الأشياء بكميات متساوية ما عدا مرضى الضغط المرتفع، الجنزبيل هيوضع نصف الكمية فقط. تخلط هذه الكمية جيدا، هتوضع في إناء زجاجي ونأخذ منها معلقة كبيرة على كوب من الماء وتشرب يوميا قبل كل وجبة. في حد اتصل بي وقال لي حضرتك قلت بعد كل وجبة، لا دي قبل كل وجبة. الوصفة الأخرى اللي بعد الأكل بتبقى عبارة عن معلقة من رجل الأسد أو لوف السباع كما يسمونه في البلاد العربية، معلقة من رجل الأسد أو لوف السباع هتغلى في كوب من الماء ثم تصفى ويوضع 2 معلقة من خل التفاح وتشرب بعد الإفطار والعشاء أو حتى على الأقل بعد فترة العشاء، بعد وجبة العشاء. الوصفتين دولت مع الرجيم البسيط اللي احنا ذكرناه من قبل جايبة نتائج رائعة وطيبة جدا مع حضراتكم. الرسالة التالية: عندي ألم شديد في كعبين الرجل، أرجو الإفادة، أحمد من أسوان. ألم الكعبين غالبا هيكون زيادة في الحمض اليوريك اللي احنا بنسميه النقرس، منقوع الجنزبيل
ان احنا بنجيب معلقه من الجنزبيل هتنقع في كوب من الماء المغلي وتشرب يوميا بعد الافطار. معلقه من الجنزبيل هتنقع في كوب من الماء المغلي وتشرب يوميا بعد الافطار. دي حاجه. الحاجه الثانيه عصير الكرفس كوب بعد الغداء. عصير وليس مغلي الكرفس. الكرفس يغسل جيدا، يقطع ثم يوضع في الخلاط وناخد منه نصفيه وناخد كوب صغير هيشرب بعد وجبة الغداء. أريد وصفة لرجل عنده أكياس دهنية بحجم الليمون منتشرة بالجسم عافاكم الله. اللهم أمين وعافى المسلمين أجمعين. يعني هذه الحالة لازم من التدخل الجراحي، لأن واضح أن الحجم كبير والتدخل الجراحي بيبقى بسيط جدا على فكرة، بحاجة موضعية ما بتاخدش بالظبط يعني 15 دقايق، بتتشال وبتخيط مكانها غرزة واحدة فقط وما هيش مؤلمة وما فيهاش أي مشاكل خالص، ولكن حضرتك بتقول منتشرة في الجسم فلابد من التدخل الجراحي في هذه الحالة. وصفة لتقليل هرمون اللبن وتنشيط التبويض والدوخة الدائمة. طيب النهاردة هنقول مع بعض وصفة لتظبيط الهرمونات أو لتنشيط هرمونات السيدات وأيضا تنشيط التبويض عند السيدات. علاج الصديد والنقرس، علاج النقرس لسه قايلينه حالا اللي هو قلنا مع بعض المنقوع الجنزبيل وعصير الكرفس. أما الصديد في البول، نقطة من زيت الثوم على كوب من اللبن وتشرب 3 مرات يوميا. نقطة من زيت الثوم على كوب من اللبن وتشرب 3 مرات يوميا. عندي نسبة أملاح عالية جدا وعندي صعوبة في التبول في الصباح، هنعمل نفس الخطوة اللي أنا لسه قايلها حالا اللي هو صديد في البول. نقطة من زيت الثوم على كوب من اللبن وهتشرب 3 مرات يوميا. الخطوة الثانية لصعوبة التبول، حلفة بر ودمسيسة بكميات متساوية. الحلفة بر والدمسيسة بكميات متساوية، هناخد معلقة كبيرة من هذا الخليط هتغلى مع كوب من الماء ثم تشرب صباحا ومساء. الرسالة التالية، ابنتي عمرها 7 سنوات مولودة بأنيميا البحر المتوسط، فهل لها علاج أو حجامة؟ يعني الحجامة بتجيب نتائج شبه طيبة في هذا المجال، ونقدر ان احنا ايضا نزيد من نسبة الهيموجلوبين بالوصفة اللي احنا قلناها من قبل، وهي البنجر يقطع ويسلق مثل البطاطس تماما، ونزيد المية بتاعته، لان احنا بعد كده عندما يبتدي يستوي هناخد ماءه وهيعصر مع الرمان او الفراولة ويضرب في الخلاط، وهناخد منه كوب صغير بعد كل وجبة. دي من الأشياء الطيبة جدا اللي بترفع نسبة الهيموجلوبين للأنيميا أيا كان نوعها. أما الحجامة فبرضو زي ما بأوصيكم دائما لابد من طبيب بشري متخصص في هذا المجال. أنا هستأذن حضراتكم هأؤخر بعض الرسائل، يعني احنا النهاردة الحمد لله الفقرة وقت البرنامج بتاعنا كبير، فأخر الفقرات اللي فاضلة معايا ديت بعد الفاصل الأول اللي احنا هنخرج بيه إن شاء الله، لأن احنا كده أخدنا وقت كتير جدا في الرسائل. هنكمل مش هنهملها، ويعني أنا هستأذن حضراتكم بس هنحطها على جنب كده وهنكملها مع بعض تاني، علشان عايزين نبدأ مع بعض حلقة النهاردة وهي التخسيس ما بين الطب والجراحة الجزء الثاني. واسمحوا لي ناخد أول اتصال، أنا هفتح اتصالات مع حضراتكم علشان أنتوا زعلانين مننا في موضوع الاتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي. وعليكم السلام. جزاك الله عنا كل خير يا دكتور. وإياكم يا أختي الفاضلة. لو سمحت يا دكتور عندي كذا سؤال. جودة التبويض مش وجود التبويض. كان حضرتك قلت حلبة وجنزبيل وقرفة، الحلبة المطحونة ولا الحب؟ المطحونة يا أختي الفاضلة. ماشي ربنا يبارك فيك. حاجة تانية اسمها التلبينة يا دكتور، دي مشروب شعيرة، دي مفيدة برضه؟ هل إيه يا فندم؟ التلبينة. ها. دي حاجة مفيدة برضه كويسة ولا لأ؟ وحضرتك قلت لي منتجات فول الصويا، فمع الأسف يعني ما لقيناش خالص أي حاجة منها غير البودرة، فالبودرة دي طعمها مش مقبول بالنسبة لي قوي، قال تتحط على عصير أو لبن، فممكن استعملها في أي حاجة تانية ولا لأ؟ ورجلي ربنا يبارك فيك يا دكتور من فوق لغاية الركبة بتوجعني من الجنب لما بتك عليها، ومن أول الركبة لتحت لما بقف ولا حاجة وجع لا تتخيله حضرتك، ما بيروحش وتعبني جدا جدا، بيقعد باليومين والثلاثة. فهل دي وجود أملاح ولا أكشف عند الدكتور إيه؟ ولو أملاح يا ريت حضرتك تقول لي حاجة طبيعية أعملها يعني. ربنا يجازيك عنا كل خير وينفع بك في أي مكان موجود فيه، ويشرفنا دايما بوجودك بوجود حضرتك في القناة. جزاكم الله خيرا يا أختي الفاضلة، جزاكم الله خيرا.
أمة الله بتسأل على التبويض. احنا قلنا قبل كده ان منتجات فول الصويا، فمنتجات فول الصويا هي متوفرة جدا في منافس وزارة الزراعة. منافس وزارة الزراعة فيها منتجات فول الصويا على هيئة اللبن، على هيئة حلويات، على هيئة جبن، على هيئة همبرجر، على هيئة لحوم مفرومة. كل هذه الأشياء معمولة من فول الصويا، دي من الأشياء فعلا اللي بتناشط التبويض بصورة جيدة جدا. هي بتقول ما لقيتش منها غير البودرة، يعني بودرة فول الصويا عموما ممكن تستخدميها بأي صورة من الصور، بإضافتها إلى اللبن أو بإضافتها إلى لو عملنا مهلبية وأضفناها إليها، أي صورة من الصور أخت الفاضلة، بحيث إن إحنا نقدر نستفيد منها، لأن زي ما بنقول هي بترفع الإستروجين وبتظبط التبويض بصورة طيبة جدا. ودي من الأشياء اللي معمول عليها أبحاث كتيرة جدا جدا جدا، وفعلا أثبتوا إن هي بتحسن التبويض وجودة التبويض، وهي دي النقطة المهمة في حدوث الحمل. بتسأل أيضا عن التلبينة، هل هي مفيدة أم لا؟ خلوني أكمل باقي سؤالها بعد الاتصال معي، أنا مش عايزكم تنتظروا كتير معي على التليفون. السلام عليكم أخت شفاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟ إزاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي. اتحللت تحليل فيروس سي وطلع عندها بيتي. علي صوتك شوية، علي صوتك شوية يا أخت الفاضلة بعد إذنك. بقول لك والدتي كانت حللت تحليل الفيروس سي وطلع عندها النسبة، طلع التحليل بوزيتيف والنسبة طلعت بتاعت بي سي ار 1,433,498. وكانت هي ماشية مع دكتور، طلع مع دكتور يعني، والدكتور قال لها ان انت هتحولي، وان هي دلوقتي بتعمل تحاليل كده عشان الحق، فهي بتستفسر من حضرتك يعني عن اعشاب، يعني اذا كان في اعشاب او كده يعني، ولا تكمل في موضوع الحالي يعني. حاضر. طب ما سمعتش قلتي، بس رقم التليفون تقدر تقديم الكنترول. حاضر. اخت فاطمه السلام عليكم. اخت فاطمه السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اتفضلي يا اختي، وطي التلفزيون بعد اذن حضرتك. انا اعاني من الو. اتفضلي يا فندم. أنا أعاني من حرقان في أنفي يصعد إلى رأسي، ثم ينزل من الجهة اليسرى وينزل إلى أصبعي في الأسفل، أصبع رجلي، وكذلك أعاني من حرقان في وسط صدري، وكذلك أعاني من صداع ليس عادي، ذلك الصداع كأنها عروق أو لا أعرف، ثم دوار شديد وضباب يعني لا أرى جيدا، ورعشة لكنها لا تظهر تلك الرعشة، أحس بها داخليا، وعندما أبتلع ريقي لا أوفق بين الابتلاع الريق والنفس، أكاد أختنق. طيب. أريد علاجا من فضلكم وتفسيرا لحالتي، جزاكم الله خيرا. وإياكم يا أخت الفضل. وإياكم. أخت شريفة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا دكتور، فاكرني ولا لسه؟ لا مش فاكرك لأني مش شايفك. شريف حضرتك، لا بس حضرتك انت بدل مكانك. الايه يا فندم؟ شريف لا انا بشتكي لحضرتك من مكان عصبيه. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا اختي، اتفضلي. اهلا بيك. قلت لحضرتك تشربي الماء الفاصوليا اتفضلي تحت امرك يا اختي شريف. يعني. اتفضلي. طولي حضرتك يعني، فانا ماشي عليه من ساعه ما كنت عند حضرتك. التعب برضو زاد يا دكتور تاني، وبرضو في دم بينزل في الميه وكده. وانا مش عارفه اعمل ايه، الحرقان رجع يا دكتور، فامشي عليها فتره طويله ولا ممكن تقول لي على حاجه امشي معاها حاجه يعني مع الحاجات دي؟ ممكن لو تديني حاجه ثانيه يا دكتور. انت وقفت المضاد الحيوي وخلاص؟ اه وانا خلصت. عملتي تحليل بعده؟ طب عينه وانا خلصت. عملتي تحليل بعده؟ تقول ايه؟ عملتي تحليل بعد المضاد الحيوي؟ لا لسه ما عملتش. حضرتك قلت لي اعملي تحليل بعد 3 اسابيع، اعمل وقت ثاني. طيب هرد عليك يا شريف. حاضر. طب ثواني بقى حضرتك، هقول لحضرتك حاجه، كنا سالنا حضرتك على الدهون على الكبد، وحضرتك قلت لي هاتي الهامد بريه، وقلت فصين ثوم، وقلت حبه البركه، حبه الخردل. انا مش عارف حبه الخردل دي نستعملها ازاي يا دكتور. مش عارفه ايه يا فندم؟ حبه الخردل مالها؟ نستعملها ازاي؟ حاضر حاضر. خد بقى حضرتك معاك مدام خالد. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا دكتور أنا عندي لبن صدري، وحضرتك قلت لهم يعني إيه ناخد
حاجه من عند العطار يعني، فانا جبتها ومعدتي مش قابلاها، فما كل ما اشربه برجعه. بتعمليه ازاي؟ وانا اللبن اللي في صدري نشف يا دكتور يعني. بتعمليه ازاي يا اختي الفاضله؟ بعمله ازاي؟ زي ما حضرتك قلت يعني، قبل اجيبه من عند العطار اطحنه وانقعه في كوبايات، وبعد كده ثلاث كوبايات اشربه ايه كل تقريبا قبل الوجبه او بعد الوجبه. بعد وليس قبل. ايوه بعد الوجبه يا دكتور. بتحليه بالعسل؟ انا حللت طيب، والتحاليل طلعت يعني عاديه، ما فيش نسبته عاديه الحمد جدا. لله. طيب وكل ما اخد يا دكتور العلاج بيأثر على البويضات، بيقلل البويضات، طب حضرتك تنصحني بايه؟ والاكل انهي علاج؟ واحده واحده بس عليا، واحده واحده عليا. انهي علاج اللي بيأثر على البويضات؟ العلاج بتاع تقليل الهرمون اللبن اللي انت بتاخديه. ايوه حضرتك، انا لما باخده بيقلل لي نسبه الايه. واللبن الحمد لله ما عادش فيه لبن في الثدي؟ لا الحمد لله، انا لسه محلله من قيمه اسبوع، نسبته بقت طبيعيه، بيقولوا 30 نسبته طبيعيه جدا. طيب هتوقفي حضرتك البرشام او العلاج بتاع ال؟ انا ما بقتش اخده صراحه، الدكتور قال لي انا مش هديكي علاج الا لما اشوف نسبه اللبن عندك ايه. تمام. على اساس ان اديكي العلاج. طب يا دكتور دلوقتي الاكل، بالنسبه للاكل اكل ايه؟ والاكل بيأثر على اللبن، بيزود اللبن بالنسبه لاي اكل يعني، حضرتك تنصحني بايه؟ طيب اسمعي ردي على امه الله. حاضر هرد عليك. حاضر. استاذ عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. يا دكتور كنت عايز اوصل. علي صوتك يا فندم. علي صوتك. عايز اوصل فيروس بي وفوصل فيروس سي. حاضر هرد عليك. خلونا نكمل اجاباتنا مع بعض. امة الله ما كناش كملنا موضوع التبويض، وبالنسبه للاخت اللي هي الاتصال الاخير، قلنا ان منتجات فول الصويا من الاشياء الطيبه جدا 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 بالنسبه للتبويض، القرفه والحلبه والجنزبيل بكميات متساويه، هناخد منها معلقه وتشرب بعد الاكل ثلاث مرات يوميا، الميراميه مفرده هتغلى وتشرب ايضا ثلاث مرات يوميا، دي من الاشياء الطيبه جدا بالنسبه لتنشيط التبويض. أخت أمة الله كانت بتسأل على التلبينة، هل بتفيد في التبويض؟ لا، لم يثبت علميا أو ما فيش يعني دوكيمنتس علمي أن أنا أتكلم عليه وأقول أن التلبينة بتنشط التبويض، ولكن اتفقنا مع بعض أن التلبينة بتفيد جدا في خشونة المفاصل، وهي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فنقدر ناخدها بنية اتباع السنة، يعني أعتقد إن شاء الله أنها يكون فيها شفاء من كثير من الأمراض. بتقول أيضا أمة الله إن عندها آلام بالقدم، ودي غالبا أملاح، وإحنا لسه قايلين حالا الأملاح بناخد لها منقوع الجنزبيل، معلقة من الجنزبيل هتنقع في كوب من الماء المغلي، تغطى وتشرب بعد الإفطار يوميا، وأيضا عصير الكرفس كوب بعد الغداء يوميا. الأخت شفاء كانت بتقول أن فيروس سي 1,430,000، وأن والدتها ابتدت تعمل التجهيزات لحقن الانترفيرون. يعني أنا طبعا وصفة الفيروس سي احنا اتفقنا مع بعض أنا ما بقولهاش على الهواء، وصفة حصوة المرارة ما بقولهاش على الهواء، أما رأيي في حقن الانترفيرون أنا ما بقولوش برضو، لأن كتير قوي حضراتكم بتسمعوا الاتصالات أن في كتير أخدوا حقن الانترفيرون ورجعوا أكتر من الأول، وطبعا ليها أثارها الجانبية، ولكن ده شيء يعني أنا ما أقدرش أن أنا أقول أو لأ فيه، ده شيء يرجع لحضراتكم. الأخت فاطمة أعتقد من الجزائر أو المغرب كانت بتقول أن في حرقان في الأنف وحرقان في الصدر وصداع. خلينا نمسك حاجة حاجة علشان هي عايزة تفسير لهذه الأعراض. الحرقان اللي في الأنف ده التهاب في الجيوب الأنفية. هتجيبي حضرتك 5 معالق من زيت الزيتون، 5 معالق من زيت الزيتون هتوضع على النار، مجرد أن تغلى هنضع معلقة من حبة البركة السليمة وليست المطحونة، معلقة من حبة البركة السليمة، مجرد ما تبتدي تغلي غلوة واحدة هنصفي هذا الزيت، يوضع عن النار، يبعد عن النار ويصفى، وهنبتدي نستخدمه نقط للأنف صباحا ومساء، مع التدريج هنجد في الجيوب الأنفية الالتهاب والاحتقان الموجود هيبتدي ان هو ان شاء الله يزول تماما، وكل الأعراض اللي انت بتشتكي منها هتضيع معايا. ايضا استنشاق بخار الماء عن بعد ومعلقة صغيرة من الخل على هذا بخار الماء على الماء اللي بتغلي صباحا ومساء قبل ما نضع الزيت الزيتون كنقاط للأنف. بتقول إن في عندها حرقان وسط الصدر اللي احنا بنسميه في مصر حرقان فم المعدة أو حرقان المعدة، معلقة من الحلبة المطحونة تؤخذ سفوف بعد كل وجبة،
معلقة من الحلبة المطحونة تؤخذ سفوف بعد كل وجبة. هنجد المشكلة انتهت تماما إن شاء الله. الحاجة الثالثة اللي كانت بتسأل عليها إن هي لما بتيجي تبلع رئها بتختلط ما بين النفس وبين بلع الشيء أو بلع الريق، ده يعني عايز تمهل من حضرتك شوية، لأن في حاجة بنسميها اللهاه اللي هي بتقفل مجرى التنفس لما نيجي نبلع الحاجة، فعايزة تمهل من حضرتك في البلع شوية. أيضا بتتكلم إن في عندها رعشة جامدة جدا، يعني مستغرباها، يعني أستأذن حضرتك إن احنا نعمل صورة دم كاملة علشان نطمن على مفردات الدم اللي موجودة. هستأذنكم ناخد فاصل قصير وهرجع تاني أكمل إجابة اتصالات حضراتكم. فاصل قصير ونعود سويا بمشيئة الله.